يسعد صباحكم عن جديد واهلا وسهلا بجميع اللي انضموا لنا في برنامج جوك اللي بنعرض مباشره على منصات التواصل الاجتماعي الخاصه فينا. يعني خلال المنخفض الجوي الماضي صارت في عجقه وقصص كثيره ونفات على طقس العرب بانه اذا ما زبطت التوقعات رح نعمل رح نسوي، فالحمد لله يعني التوقعات زبطت واحنا اصلا كنا يعني واثقين، وطبعا العلم عند الله كان دائما وابدا، ولكن كنا واثقين بمؤشراتنا وبالمنخفض الجوي وتساقط الثلوج. معانا اكيد زميلنا اسامه الطريفي مدير العمليات في طقس العرب. يسعد صباحك اسامه. صباح الخير. شو رايك باللي صار؟ اول شيء طبعا مش نايم انت، مبين عليك، يعني الله يعينك بصراحه، صار لك اكثر من اسبوع. كان ضغط يا تلفزيون جاي يا تلفزيون رايح يا انت موجود وما بتنام. بس يعني كان ضغط زي ما انت شفت، انت يعني كنت معنا موجودة بهذه الفترة، ضغط كثير صعب، كان ضغط يعني تعب جسدي وأيضا نفسي. نوعا ما صح، نفس الحكي عم بتكرر على كل القنوات طبعا. لا بعدين يعني هو بالأخير تتعاملي مع متغيرات جوية، ما تتعاملي مع ثوابت. مزبوط. فهذا الموضوع بضل يخليك دائما انه حتى خلص يعني لما يتشكل المنخفض بضلك على اعصابك انه هل القراءات اللي احنا وصلتها متطابقه مع الواقع ولا لا؟ لانه بالاخير احنا سالي علم احتمالي، يعني حتى صح. لو دقتنا مثلا كانت كثير عاليه في هذا المنخفض الجوي رح نوصل في بعض الاوقات تكون دقتنا مش كثير عاليه في منخفضات جويه ثانيه، مش معناه انه خلص. ثبت العيد على رايك يعني وخلص. ثبت العيد. صار الناس فكرة ولا لو شو ما يحكي طقس العرب خلص. الفيد راح ترند هذا على فكره. ترند. راح كثير ترند. بعدين احنا بدناك تحلينا على فكره. في تحلاي ترى، بس عسيرة التحلاي ترى الصورة قديمة. اي بقول لك برامة التحلاي جاهز، انا والله فكرت اليوم في تحلاي يعني جاي. احنا جاهزين. لا انا جاهز على فكرة، في انتشرت صورة لإلي هاي قبل 3 سنين بالكنافة، هذا كان بالاستديوهات القديمة. بالضبط. يعني اللي بعرفنا بيعرفنا استديوهات قديمة مش صورة جديدة. بس خلص يعني انتشرت صراحة، كان يعني شوف ترند ترند صارت ترند. لا لا اسمع، يعني صراحة هاي الشغلات رغم الضغط الواحد كان عايشه بس هيك بتروقوا، كانت يعني انا كنت منه علي ما تعاملت بالموضوع بزعل، كنت انشرهم عندي بالعكس. مزبوط شفت مزبوط. كنت انشر هالشغلات عندي يعني خلص صح. عادي. بالاخير الحمد لله يعني زبطت الثلج. بس بدها تحلاي اسا، ما تتهرب الموضوع، بدها تحلاي بقى. عم اقول لك بدها تحلاي. انا عندي خلص رح احليكم، حاضرين جاهزين احلى كنافة. طب خلص اوكي، يسلم ايديك ويعطيك الف الف عافية. انت اكيد وكل فريق طقس العرب ومحمد الشاكر. وانا بس حاب احكي شيء صراحه سهلي كمان، يمكن بالواجهه اكثر انا ومحمد الشاكر. مزبوط. بس احنا في خلفنا صراحه فريق متنبيين رائع جدا. مزبوط. هم يعني هم كل التحيه واعطيهم الف صحيح. الف هم عافيه. هم بيشتغلوا خلف الكواليس صراحه، وهم اللي بحضروا النشرات. صباح الخير اليوم، يسلموا ايديك على القهوه. بصراحه بدها قهوه من الاول. من الاول كان انا مش مسترجع، عم بشرب مي. اشكرك يا ليون، شكرا. فصراحه بدنا نوجه يعني تحيه لكل زملائنا بقسم التنبؤات الجويه. زي ما حكيت يعني كنت بحكي هاي المعلومة يمكن بالواجهة أكثر أنا ومحمد الشاكر. مزبوط. لكن خلفنا صراحة في فريق ضخم بيعمل على مدار الساعة، بحدث النشرات الجوية وبكتب النشرات الجوية. بالأخير هاي النشرة مش مني طالعة لحالي. مزبوط. ولا من محمد. مزبوط. هذا الشغل فريق كامل، متنبئين وخرائط وأقمار صراحة. بحب أوجههم تحية كلهم فردا فردا، كلهم تعبوا، يمكن تعبوا أكثر منا كمان الفترة الماضية. نوجه لهم تحية كثير كبيرة ويعطيكم ألف عافية شباب. الأولادكم كان يعني ما بعرف كان إيش، عملنا بلوكات لحالنا وهربنا من البلد. طيب احكي لنا أسامة، أنتم كيف يعني هلا كان ممكن تتعاملوا مع لو صار لا سمح الله يعني إنه ما زبط التوقعات، كان كيف ممكن تتعاملوا مع الموضوع؟ هلا صراحة أنا برأيي دائما أهم إشي بهاي الأحوال بهاي الظروف الواحد يعترف بالخطأ. يعني عادي ممكن تكون نوعا ما في قراءات مش دقيقة، بس لازم كل حدا يعرفه إنه هذا علم احتمالي بالأخير. أنت بترجع بتحكي بعلم يبنى على الإحصاء والاحتمال بالدرجة الأولى، فما في شيء أكيد. يعني ما في حتى ما في مرحلة توصل فيها دقة على مستوى العالم توصل ل 100% دقة، ما في إلا ظل فيها هامش خطأ بالتنبؤات الجوية. نعم. لكن بيختلف الهامش من منخفض لتاني، مرات يكون هامش 10%، مرات 500%، مرات 20%، حسب كل منخفض جوي، حسب كل نظام جوي. في أنظمة جوية صراحة بتأثر علينا معقدة معقدة جدا، وفي أنظمة جوية نوعا ما بتكون أوضح وأبسط. يعني زي النظام الجوي اللي أثر علينا الأسبوع الماضي كان في بدايته معقد، كان في بدايته جدا معقد، يعني لغاية قبل 3 أيام المنخفض الجوي كان يعتبر من أنظمة الجوية المعقدة. لكن قبل المنخفض الجوي ب3 أيام بلشت هالصورة توضح وصار في ثبات نوعا ما بالخرائط الجوية، وهذا إيش ريحنا أكثر إنه كنا نحكي نوعا ما موضوع الثلج بأريحية. لكن بالسنوات الماضية كنا نتعرض لأنظمة جوية نوعا ما معقدة، وبالأخير إحنا كيف نشتغل؟ نتعامل مع خرائط جوية، هذه الخرائط الجوية كل 6 ساعات تتغير، ففعلا ممكن تكون قراءة الصبح غير قراءة الظهر غير قراءة المساء، فالتغيير أمر وارد. العلم احتمالي بالأخير، ممكن تكون في مرات يعني بعض المتغيرات الجوية غير دقيقة بالقراءة بصفي بالأخير، لكن هذا الأمر دائما نحب نحاول طقس العرب. يمكن الناس ما بتعرف عندنا قسم تغذية راجعة، نضل نجمع بيانات أول بأول لكل حالة جوية، نشوف وين ممكن صار في الخطأ،
نحاول نتفادى الاخطاء اللي وقعنا فيها بالماضي، واهم شيء واحد يتعلم من اخطاء الماضي. يعني هلا المخفضات الجويه ما بتكرر نفسها، ومش نفس المخفض بيجيك السنه الجايه واللي بعده، لكن الواحد لازم يتعلم ونعمل اخطاء جديده. لا لا، لازم واحد يتعلم من الاخطاء الماضيه. عم بنقول لي احمد هذا جمله مشهوره تبعت محمد الشاكر، دعونا ننسى اخطاء الماضي ونرتكب اخطاء جديده. حلو. فالموضوع انه يعني بيحتاج حقيقه دائما انه في حال تغيرت القراءه، يعني في ناس مرتها فكره متنبئ جوي في صفه في ممكن يكون حاكي قبل 5 أيام في ثلج. نعم. قبل يومين بطل في ثلج، ما بيغير رأيه، خلاص هيك بيصفي عنده كبرياء ما بسمع له. بس أنا بالعكس بحكي الصح إنك تطلع للناس تغيرت القراءة بطل في ثلج عادي، يعني هي بالأخير أبديتس يعني أو يعني تحديثات. ومعظم على فكرة دول العالم، كثير من دول العالم الكبير المتطور جدا في مجال الأرصاد الجوية بصير في عندها أخطاء. يعني أذكر مرة أحد ولايات في أمريكا توقعوا عاصفة ثلجية جدا قوية قبل 4 أو 5 سنين، وصار في ازدحام كبير على المحلات وفضيت المحلات. مزبوط. ما جاش شيء. حكوا لك بالأخير عادي هذا علم احتمالي، احنا بنتعامل بتغيرات جوية. أكيد ما صار الحكي بالأردن. لا أنا صار الأردن كان يعني أيام الدنيا ما عاد. فالموضوع فعلا يعني صعب جدا. أكيد في ناس كثير من اللي بتتابعنا صار نوعا ما فكره، احنا صار فينا ثقافه الارصاد الجويه تطورت عند كثير ناس. هلا الكل صار يعرف النماذج العدديه. نعم. النموذج الامريكي والاوروبي والكندي، فالناس بتعرف، صارت نوعا ما صارت تعرف ايش المشاكل او الصعوبات اللي احنا بنواجهها. نعم. فهذا بالاخير يعني تنبؤات جويه والحمد لله. طيب هلا سؤال، بتحس انه شوي صار في تهويل بموضوع الثلوج، تساقط الثلوج، انه مثلا الحاله الجويه صار في تهويل نوعا ما، ولا عادي الامور كان لازم تصير على المسار اللي هي يعني مشت عليه؟ يعني اعتقد هو مش موضوع تهويل، هو موضوع الناس كان في عندها شغف كبير لهذا المخفض الجوي، خاصه بعد انقطاع الثلوج لفترات طويله على المملكه. 6 سنين تقريبا. هلا كان في ثلج بسيطه جت ب 2019 ب 16/1، لكن مش معتبرينها ناس ثلج، كانت كثير بسيطه سريعه خفيفه بالليل، جمعت ثانيه وصل في الشتاء. صحيح، يعني جمعت هيك كم من سنتي بالليل، شافوا الناس بالليل وانتهى الموضوع. فاعتقد هذا كان اوضح تساقط ثلجي من 2015. يعني خاصه انت كنت بالشمال، انا مرت على الشمال شفت كيف الثلج كان بالشمال. ما شاء الله كنا براس منيف تابعة محافظه عجلون، ما شاء الله الثلج هالقد. كان يوم جمعه، كان يوم لسه كان تساقطه مستمر واستمر فترات يعني متقطعه، يعني ولكن 3 ساعات يعني الشمال، مناطق الشمال كسبتها انه المخفض كامل كسبته ثلج، جمعت 60 سنتي يمكن. صحيح، مناطق الوسط كسبت النص الثاني المخفض اللي هي مثلا الاربعاء زي العاصمه. بس اربد غضبانين علينا. هلا اربد دي منطقه مش مرتفعه بالعاده. يعني معظم مناطق اربد هي غير مرتفعه. صح مزبوط، هي زي محافظه الزرقاء، زي يعني الجرش، زي الرمثه. هلا مرتفعات جرش بيجي فيها ثلج، مرتفعات عجلون بيجي فيها ثلج، بس كمدينه هي مناطق منخفضه بشكل عام. مزبوط. غير مرتفعه، فطبيعي ما يصير فيها تساقطات ثلجيه. هلا مرات في انظمه جويه معينه بتجيب تساقطات ممتازه على اربد المدينه. نعم. لكن النظام الجوي اللي اثر الاسبوع الماضي مش من هاي الانظمه اللي بتساعد انه يكون في تساقطات ثلجيه واسعه. فبس هاي موضوع. طب احنا سمعنا ما بعرف اذا مزبوط الحكي او لا، انه رح يكون في حاله من الاستقرار الجوي خلال الايام القليله القادمه. صحيح. وانه في ممكن يصير تساقط للثلوج في مرتفعات معينه، ما بعرف عن صحه الحكي، عندك الموضوع؟ هلا هاي الحاله الطبيعي بحاله استقرار جوي اللي احنا متعودين عليه، انها بتنشط بشهر 10 و11 وبشهر 3 و4 اللي هي الفصول اللي بتصير انتقاليه بين الصيف والشتاء والشتاء والصيف. نعم. هاي الفتره بتصير فيها انتقال، بصير فيها نشاط لحالات عدم الاستقرار الجوي. ومتعارفين كمان انه حالات عدم الاستقرار الجوي بتمتاز فيها امطار رعديه بمناطق عشوائيه بتكون غزيره مع زخات برد. هلا اللي راح يصير معنا يوم الثلاثاء في عندنا نشوء الاحوال جوي غير مستقره، لكن في كتله هوائيه شديدة البرودة قطبية في مناطق قريبة من المملكة. قطبية في مناطق قريبة من المملكة، بس مش نظام جوزة راح يأثر علينا الأسبوع الماضي. أوكي. حتى الآن نحن نحكي عن أمطار، لكن اللي صار بأتوقع 2007 و2008 قبل 14 سنة كان في نظام مشابه، بس صراحة أكثر برودة من النظام القادم وعدم استقرار جوي، كان توقعات أمطار صفى الموضوع ثلج، وكانت ثلوج واسعة على فكرة، شهدتها الزرقاء وإربد وعمان وكل مكان بشكل مفاجئ من حالة عدم استقرار جوي. هلا ممكن متداول على الفيسبوك انه الناس بتحكي ممكن يصير نفس السيناريو، هلا ممكن او ممكن لا، بس القراءات الاخيره مش كثير مشجع لهذا الموضوع، لكنه وارد يعني. وما راح نقدر نعرف صراحه من هلا نحكي وضع يمكن ثلاثة يكون في ثلج او لا، لكن القراءات الاخيره حتى صباح اليوم بتشير انه في عدم استقرار جوي، زخات امطار رعديه في مناطق مختلفه خاصه قد تكون البادي الجنوبي والبادي الشرقي ومناطق الجنوب بشكل عام، تحتاج متابعه، بدنا نتابعها بكره. وبرضه يعني نهار الثلاثاء اثناء الحاله، يعني عدم استقرار جوي يحتاج متابعه حتى خلال الحاله، لانه ممكن يصير عندنا اي شيء مفاجئ. لكن حتى الان الناس ما تربط انه راح يصير زي اللي صار يوم الاربعاء، نظام يوم الاربعاء نظام يعني منخفض جو متكامل 4 ايام، جبهه هوائيه كانت بالبحر، بنحكي جبهه هوائيه يعني كميات كبيره من السحب، المطر والثلج بتاثر علينا،
ساعات من هطول الثلوج. هذا الأمر يعني أبدا غير وارد في نظام يوم الثلاثاء. نظام يوم الثلاثاء حالات سحب رعدية عشوائية مش في كل مكان، يمكن يعني أصلا الناس من بيسمعونا ما يشوف المطر يوم الثلاثاء. مناطق الوسط راح تشهد أمطار إن شاء الله يوم الثلاثاء؟ يعني صعب نعرف لأنه العدم استقرار جوي عشوائي جدا، يعني ممكن تطلع غيمة بالشمال في منطقة محدودة، يعني حتى الوسط ما بنقدر نحكي وسط، ممكن تطلع غير مثلا على الدوار السادس بس مش على اي مكان ثاني. مظبوط، تكون غيوم صغيره رعديه غزيره لفترات قصيره، لكن التركيز على ما يبدو بحسب القراءه الاوليه يمكن تكون بالجنوب او الباديه الجنوبيه مع الباديه الشرقيه، هذا التركيز الاساسي، لكن ما بمنع امتداد بعض الزخات للعاصمة عامة. لكن نرجع نحكي احنا لهلا هي امطار، زخات امطار رعديه، ممكن يكون معها برد كثيف احيانا ميز بين البرد والثلج، لكن هو الناس يمكن تتداول موضوع ثلج انه في كتله قطبيه قريبه بيقول لكم ممكن يصير. صاروا كلمه قطبيه دائما يربطوها مع صحيح. لا وفي حاله صارت قبل 13 14 سنه بشكل مفاجئ من التساقط الثلجي من عدم استقرار جوي، فالناس تحكي لك ممكن تصير زيها. الله اعلم بالاخير، بدها متابعه يعني. اكيد الله اعلم. طب اسامه، هلا احنا السؤال اللي بيهمنا، نحن من الناس اللي يعني بحب الصيف، هلا امتى رح يتحسن الطقس ان شاء الله؟ يعني في يعني رح تضلها حالات عدم استقرار ولا في منخفضات جويه؟ والله الواضح يا سالي انه احنا في عندنا مناطق عكسيه لنا، مناطق اوروبا اذا كان عليها مرتفع انتهى الكتله الهوائيه بتنزل من فوق، اذا كان في مرتفع ما راح تنزل هون، راح تنزل على جهتك. نعم. فهذا النظام الجوي في مرتفع شكله راح يضل موجود لفتره طويله على غرب اوروبا، فبيجبر الكتل الهوائيه البارده وشديده البروده تكون حوالينا دائما خلال الفتره القادمه. فغالبا من هون لاسبوعين راح يضل في عندنا بروده في الاجواء على الاقل، يعني ما في عندنا الجو اللي عشناه كان قبل اسبوع، متذكر الطقس الدافي اللي عشناه الحراره 24 25 بعمان، هذا على ما يبدو من هون لاسبوعين ثلاث راح يكون بعيد عنا. معظم الايام القادمه راح تكون بارده، وايضا كان تيجي لسيطره الكتل القطبيه او البارده اذا نحضرها قريب من الفتره القادمه ممكن ينتج عنها منخفضات جويه. ويمكن الشيء الاهم على فكره، يعني اوكي انسي موضوع يوم الثلاثاء، بس هي فرصه الثلوج ما انتهت في المملكه، مش لاني شايفش على الخرائط، لا لانه احصائيا ما انتهت، احنا لسه فصل الشتاء. حتى تاريخيا شهر شباط معروف بانه ممكن تلج فيه اكثر من مره، وحتى بشهر ثلاثه شهر ثلاثه مظبوط بيجي فيه ثلج يعني. يعني بال 2003 اجت عندنا عاصفه ثلجيه قويه باخر اثنين، وعاصفه ثلجيه ثانيه باخر ثلاثه كمان، فامر طبيعي يعني هذا الشيء بيصير، مش بدي احكي في ثلج بس يعني احصائيا بتصير في ممكن تصير. احنا فصل الشتاء بعدين. نعم فصل الشتاء يعني. طيب هلا هل بتشوف انه تصنيف المنخفض الجوي حسب مؤشرات طقس العرب او مقياس طقس العرب انه الدرجه الرابعه كان بمحله؟ نعم كان بمحله. احنا طبعا موضوع التصنيف دائما يعني الناس بتسال عن موضوع التصنيف، احنا لما نصنف سالي ما بنصنف فقط لبند الثلج، احنا بنصنف لكل عوامل الجو بتاثر على المنخفض الجوي. لو بدي احسب انا منخفض اربع ايام، اول شيء مش يوم ولا يومين، اربع ايام كان منخفض الجو، بلش الثلاثاء حتى الجمعه، عندنا درجه حراره متدنيه بشكل لافت، عندنا رياح شديده كانت يوم الجمعه فوق ال 100 كيلو، عندنا عواصف رمليه صار، عندنا تساقط ثلجي واسع على الجبال فوق 700 متر، عندنا امطار غزيره تجاوزت كميتها فوق ال 100 ملم كمان، عندنا مساحه جغرافيه واسعه اثر على اغلب المنطقه الشماليه والوسطى وامتد للمناطق الجنوبيه، هذا راح يكون موضوع الثلج في الجنوب لانه مش كثير كان في ثلج في الجنوب، وعندنا كمان تشكل الصقيع والانجماد. فكل هاي العوامل الجوية مش بس عامل الثلج، يعني هو أول شيء كان أوضح تساقط ثلجي من ست سنين، بس برضو كمية المطر، المساحة الجغرافية، المدة، سرعة الرياح، هي كلها تؤخذ بالحسبان في حساب هذا تصنيف هذا المنخفض الجوي. هلا بلا شك هو كان درجة رابعة، يعني كان يقترب إنه يتطور للخامسة في حال كان فقط الهطول الثلجي مدته أطول. أوكي. يعني إحنا كان عندنا لو النظام الجوي فعلا بلش الثلج مساء الثلاثاء حتى ظهر أو عصر الخميس مستمر، كان يرتقي للخامسة بانتظام يعني. نعم كان يرتقي للخامسة مثل ما حصل مثلا في سلسلة جبال عجلون كان في 60-70 سنتي، لكن إحنا كان موضوع الانقطاع الثلجي نهار الأربعاء وتأخر الهطول الثلجي للمساء هذا الأمر خلاه يكون رابع، لكن بقية العوامل رياح 100 كيلو متر الهبات، أربعة أيام منخفض مش يوم ولا نص يوم، ثلج، مطر، كمية مطر كثير عالية فوق ال 100 ملم هبطت، فكل هاي الكمية كل هاي المعطيات خلت درجة رابعة. أكثر منطقة صار فيها تسجيل لهطولات مطرية زادت عن ال 100 ملم وين كانت؟ مناطق الشمال وبعض مناطق وسط زي الغرب العاصمة عمان، بس الشمال كان في 120 حوالي بمحافظة إربد وعجلون، حتى الأعلى تراكم ثلجي كان بالشمال بالدرجة الأولى تحديدا في سلسله جبال جرش وعجلون 50-60 سنتي، انت كمان شفتي قديش كان الثلج هناك يعني ما شاء الله، يعني غرزنا منيح منيح. لا لا ارتفاع مش السياره احنا نفسنا غرزنا ارتفاع، لا ارتفاع الثلج كان ممتاز. بالعاصمه عمان طبعا هطولات مطريه كانت كثير ممتازه والثلج يعني تراوح سماكه الثلج من 5 ل 25-30 سنتي. مزبوط. يعني الناس اتوقع صارت تعرف، إن حتى الناس يمكن خلص هي يوم الخميس الصبح نروح على تلال علي تشوف الثلج او الجبيها. والله كان منطقه الضبوق والله كانت الثلج يعني كان مجنن، حتى حصل ما حدش مقرب عليه فكان بياض ناصع يعني. واللي بيمشي على فكره اللي بيمشي بالسياره بعمان بيلاحظ اختلاف تراكمات الثلج،
طبعا هذا كله بيعتمد على ارتفاع المنطقة، كل ما المنطقة زاد ارتفاعها بزيد كمية التراكم. بس انتوا ليش ما سميتوه؟ ليه ما اعطيتوه تسمية؟ يعني صار في ناس طلعوا اسماء عليه، ممدوح ومداح ومش عارفة شو، بس ما بعرف ليه، يعني ليش ما سميتوه؟ هلا صراحة التسمية برضه كان موضوع، يعني ممكن الناس ما بتعرف خلف الكواليس، يعني احنا يعني موضوع التسمية اكيد احنا ما نسيناه، احنا كان كثير في بيننا نقاش داخلي وحتى يعني اختلافات وجهات نظر بشكل كبير، نسمي ولا ما نسمي، بس احنا بالاخير اثرنا وفضلنا تكون تسمية للعواصف. يعني لما تكون عاصفة زي أليكسا، زي جنى زي هدى، من العواصف اللي تقيل. هلا هاي اوكي كان في تساقط ثلجي ممتاز واسع، لكن الاخير احنا ما صنفناه خامسة، كان رابعة بالاخير. يعني لما تكون تصنيف خامس بصير في تصنيف بالغالب يعني الا اذا كان مثلا في شيء رابع مميز كثير، يعني ممكن نسميه، بس يعني بهاي الحالة تحديدا ارتئينا انه ما نسمي، لانه حبينا نميز فقط العواصف الكبيره، يعني أليكسا، جنى، هدى، هم العواصف الكبيره. يعني التراكم بجنى على فكره، بعاصفه جنى اللي كانت نفس هالفتره، كان امبارح على فكره عيد ميلاد جنى قبل 6 سنوات، والله كل سنه وهي سالمه 22/2/2015 جنى كان تراكم بجبال جنوب فوق المتر. يعني ما شاء الله، كان بعاصفه جنى، بدي احكي شويه فروقات بين هاي وعاصفه جنى، بين المخرج اللي كان قبل من عاصفه جنى. عاصفه جنى كانت تراكمات فوق المتر بالجنوب، كان تساقط الثلجي وصل على جبال الشمال او مناطق الشمال على 100 متر تساقط الثلج. نعم، احنا اللي بنحكي 600 700 ما شاء الله، يعني على كل محل. الزرقاء شافت تساقط ثلجي لاول مره من سنه 92 ما شاء الله. العاصمه عمان كلها شافت تراكمات ثلجيه، مناطق واسعه كان فيها ثلج. فهي الفرق بين الثلجات فعلا يعني تحفر بالاذهان، والثلجات يعني الثلج اللي كان قبل يومين بعتبرها عاديه لكويسه، بس ذكرتنا شوي بالثلجات القديمه بتاعت التسعينات. طبعا بس بالاخير بتضلها ثلج سريعه. مزبوط، ما جمعت يعني اسبوع ثاني يوم خلص فيش ثلج. أليكسا اثار أليكسا قعدت لبعد أليكسا باسبوعين. مزبوط، يعني صح. اثار أليكسا من انجماد وجليد، حتى التراكمات على فكره كانت أليكسا بحوالي 12 بلشت أليكسا لغايه اخر شهر واحد، كان لاخر شهر 12 عفوا، يعني بعد 20 يوم في تراكمات بمناطق عمان. تخيل هلا احنا اليوم بعد 3-4 ايام تقريبا الثلج راح. فاحنا حبينا موضوع التسميه يكون فقط للمنخفضات، مقتصر فقط على العواصف او يعني الشيء راح يحفر بالاذهان زي أليكسا، جنى، هدى وهكذا. يعني احنا بالنهايه اكيد راح نحكي نبارك لانفسنا اكيد انه على توقعات الدقيقه، كانت تقريبا 90% اذا مش اكثر كانت دقيقه. دائما نحن نحكي العلم عند الله، ولكن الله أعلم. احنا كنا اصلا، انت كنت واثق من حالك الوقت المقابله عملتها معك لما قلت لي يوم الخميس رح نعطل، بس ما تفتي من عندك هلا انا ما حكيت. هلا بالنسبه للتوقعات يعني اغلبها كان دقيق، بدي احكي انا عنه، بدي احدد موعد اول شيء وحكينا فيه فعاليتين رئيسيه. والله الساعات كانت مزبوطه، صحيح. احنا رايحين نغطي، كنا يوم الاربعاء الماضي حكولنا بعد ساعه بالضبط، سالي كانت تصور لايف، فبتحكي لنا في ثلج جاي اصوره ولا اطلع هلا اصور، احنا استنى لك نص ساعه بتتلج. لا خليها لما الثلج علينا وقلنا هلا بنصور، بس الحمد لله كانت توقعات جدا دقيقه، وبالنهايه دائما بيحكوا لنا ربنا اعلم، اكيد ربنا دائما اعلم، ولكن توقعات دقيقه صراحه. يعني وفقنا بتوقعات، اول شيء انه قسمنا المنخفض لقسمين، وحكينا عن فترة الانقطاع نهار الأربعاء، حكينا الأربعاء ما ترك إنه في ثلج، وحكينا نهار الأربعاء مش أبيض، حكينا وركزنا إنه الجبهة الثانية رح تبلش مساء الأربعاء حتى صباح الخميس بهطولات متواصلة. كانت ذروتها يوم مساء الأربعاء على نهار الخميس. ممكن نوعا ما إخواننا بالجنوب ما شافوا تساقطات ثلجية كويسة. أنا شافوا خلال الشتاء هاي، شافوا ثلج كثير، خلص تكفيهم. هو صراحة إخواننا بالجنوب يعني شافوا توقع ثلج مرتين قبل هيك، بس مش ثلجات كبيره، كانت ثلجات خفيفه بسيطه. كان في تعويل يكون عندهم تساقط ثلجي اوضح خاصه بالطفيله ومعان وسلسله الجبال الطفيله ومعان، لكن للاسف ما تحققت هاي التوقعات بشكل واضح هناك، كان نوعا ما نظام جو مش كثير ساعدهم بتساقط الثلج او وجود هطولات، ولو كان في هطولات اكيد كانت ثلج يعني، بس ما كان في هطولات جيده في تلك المناطق عكس بقيه المناطق الوسطى والشماليه، يعني كانت توقعات جدا ممتازه. من حيث تحديد فتره المنخفض كنا دقيقين بتحديد فتره المنخفض، من حيث الذروه ايضا حددناها بدقه، صح. حبات الرياح حددناها بدقه، حتى موعد انتهائها. نعم، حتى يعني في تفاصيل يمكن الناس ما تنتبه عليها، مثلا احنا لما حكينا انه بعد ظهر الخميس بصير الثلج شتاء، هذا الناس يعني هاي تفاصيل بسيطه، لكن شوف انت كيف تحسبيها، بتحول الثلج الى امطار فوق الجبال. مزبوط. لما حكينا الجمعه في كمان امطار خاصه بعد الظهر اللي هي راح تكون شكل زخات ثلج بالشمال. مزبوط. برضو هذا شفناها، برضو كانت مخلوطه برضو. فالحمد لله جميع العوامل الجويه تقريبا كانت دقيقه، كمان توفيق من الله في البدايه. ما عدا باستثناء نوعا ما موضوع تراكم الثلج في المناطق الجبليه الجنوبيه. نعم. ممكن الكرك اخر منطقه بالجنوب جاها ثلج كويس، لكن مرتفعات الطفيله ومعان
ما كان فيها التراكمات. ان شاء الله هيك ربنا يبعث الخير علينا وبكون الله كريم خير على امتنا يعني وعلى بلدنا الحمد لله. ان شاء الله. الله كريم. اسامه بنتشكرك كثير على حضورك معنا وان شاء الله بنرجع نشوفك بثلجات ثانيه وغيرها يعني اكيد. الله كريم. يسعد صباحك. شكرا كثير لك. شكرا.